هو يجي عندك. سنة غايتها كيس مخلص حاسين بك والله الا المغاربه كان حاسين بك شنو كتقولين ألم بزاف لان الوالده ديالي كانت حنينه بزاف وكانت عزيزه عليا وهي اللي رباتنا وربات الخوت ديالي على الاخلاق الحميده ولله الحمد الله يرحمها ويجد عليها الرحمات والله يمتعنا جميعا برضاها الله يخلي لكم والديكم. سي البشير كانت عيانه شويه؟ كانت عيانه خويا كانت عيانه الله يرحمها ويجد عليها الرحمات. كنت هنايا في ارض الوطن؟ ما كنتش هنايا جيت يعني الحمد لله ربي كتب لي باش نحضر ليها الجنازه. شكرا لكم وانا لله وانا اليه راجعون. نعم اسيدي تعطر عليه ما عندوش كيف يدير باش يجي ولكن انا كنوب عليهم كلهم المغاربه كلهم كيهزيوكم وتيقول لكم الله يجازيكم بخير الله يجازيكم بخير ما مشى معكم بس لا احزنكم الله الله يجازيكم بخير البركه فيكم الله يرحمها.